الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع ما تسمى الطريقة المفردة لمسألة برمج خطين متغيرين أو Simplex Linear Probability Problem for Two Variables أو of Two Variables، يعني بمعنى آخر أن القيود والمسألة تتكون من متغيري قرار، متغيري قرار اللي هم اكس واي في هذه الحالة. إذا لدينا المسألة الآتية، هذه الآن دالة الهدف التي نريد أن نعظمها، تعظيم الدالة الهدف اللي هي 14 اكس زائد واي زائد 12 واي. هلا اكس عبارة ممكن يعني أن نفسر نعطيها تفسير ل 14 اكس زائد 2 واي، أن تكون دالة مبيعات، دالة أرباح، مثلا ممكن تكون هذه الكمية من سعر اكس، الكمية من سعر واي، أو ربما هذا سعر أو ربح وهكذا. وبالتالي 14 أجزاء 12 واي هي الدالة المراد تعظيمها اللي هي الدالة الهدف، خضوعا للقيود الآتية. الآن هناك قيدان، القيد الأول يقول 4 أجزاء 8 واي أقل من أو تساوي 32، والقيد الثاني 6 أجزاء 4 واي أقل من أو تساوي 24، وفي جميع الأحوال أكس وواي يجب أن تكون أكبر من صفر. إذن هذه الصيغة التقليدية لدالة يراد تعظيمها خضوعا للقيدين الآتيين، أربع القيدين الآتيين، أنا بعتذر، 4 أجزاء 8 واي أقل من أو تساوي 32، 6 أجزاء 4 واي أقل من أو تساوي 24، وأكس واي دائما وأبدا تساوي أكبر من أو تساوي صفرا. الآن يجب علينا أن نحول هذه القيود، طبعا أن نحول الدالة الهدف مع قيودها إلى صيغة معيارية، ما تسمى الصيغة المعيارية أو the standard form. تأخذ الشكل الآتي هلا: maximize تعظيم، بقية التعظيم، لكن 14 أجزاء 12 واي زائد 0 في S1 زائد 0 في S2. ما هو S1 وS2 بالحالة هاي؟ هذان المتغيران S1 وS2 هما ما يسمى بالمتغيرات الراكدة أو slack variables. المقصود فيها، لنفترض بأن المنشأة أو الشركة لم تبع من X أي شيء ولا من Y أي شيء، فبالحالة هاي يجب علينا أن ندخل متغيرين راكدين، نطلق على الأول S1 يعني اختصار للسلاك variable number 1، والثاني S2 slack variable number 2، ونعطيهم كلفة أو قيمة هون مضروب بصفر، لاحظوا صفر بصفر. لكن الآن سنعالج أمر كما يلي. هذا الآن القيد الأول يصبح كما يلي: نحوله من هذه الصيغة 4 أجزاء 8 واي أقل من أو تساوي 32، تصبح الآن 4 أجزاء 8 واي زائد المتغير الراكد الأول S1 تساوي 32. إذا ما افترضنا بأن المنشأة لم تبع أي شيء من X، إذا هاي تساوي صفر، هاي تساوي صفر، معناته بقيت هناك كمية من السلعتين S1 تساوي 32. في القيد الثاني كذلك الأمر، أدخلنا slack variable number 2، إذا كانت قيمة X هنا تساوي صفرا وهنا تساوي صفرا، فS2 تساوي 24. هذان القيدان وهذان متغيران مهمان جدا في عملية البرمجة الخطية بطريقة simplex. جميع الأحوال دائما X و Y S1 و S2 أكبر من أو تساوي صفرا. هنا بذكر هذان المتغيران يسمى المتغيرات الراكدة، أو هنا متغيران راكدان S1 و S2، وعندي X و Y متغيرا القرار نسميها إحنا اللي هي decision variables. هذا الآن بكل بساطة سنستخدم كل المعلومات هنا ونقوم إن شاء الله بحلها بطريقة السيمبلكس اللي هو بجدول جدولة هذه الكميات. لكن قبل ذلك دعني أذكر بالآن، عادة ما نبدأ بافتراض بأن X تساوي صفرا Y تساوي صفرا اللي هي البيسك سولوشن بنعتبرها، ما يعني بأن S1 تساوي 32 و S2 تساوي 24، وبذلك حولنا X و Y إلى متغيرين غير أساسيين non-basic variables، حولنا S1 و S2 إلى basic variables. هذا الآن يسمى الحل: S1 تساوي 32 و S2 يساوي 24 و X يساوي 0 و Y يساوي 0 بالحل الأساسي، أسموه basic solution، الحل الأساسي basic solution. سنستفيد من هذه البيانات هنا ونقوم بإنشاء جدول اسمه simplex table أو جدول الطريقة المفردة. جدول حسابات الطريقة المفردة البسيطة اللي هي simplex كما يلي. الآن هذه الآن الدالة والقيود المفروض عليها: 14 أجزاء 12 واي زائد 0 S1 زائد 0 S2، القيد الأول 4 أجزاء 8 واي زائد S1 تساوي 32، والقيد الثاني 6 أجزاء 4 واي زائد S2 تساوي 24. وهنا كل المتغيرات X Y S1 S2 يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرا. الآن نبدأ هذا الآن
14 و12 و0 و0 نعطيها تسمية اللي هي الكوفيشنت جي. يعني هذا كوفيشنت جي سي نمبر 1، هذا سي نمبر 2، هذا سي نمبر 3، سي نمبر 4، لكن نضعها كما إلى الآن. جدول ابتدائي الطريقة المفردة initial simplex tableau، هاي سي جي، جي تأخذ 1 2 3 4 لأنه عندي 14 و12 و0 و0، لاحظوا لي. فإذا سي جي تأخذ كما يلي: مقابل X مقابل Y مقابل S1 مقابل S2. هذه طبعا الحل هو 32 24، سأبينها بعد قليل، لكن بهمني الآن ما هو الآن القيم مقابل X لسي جي مقابل X مقابل Y مقابل S1 مقابل S2. هنا الآن سأبينها بعد قليل هذه وهذه، لكن لاحظوا لي هنا سي جي الأول اللي هو C1 أخذ القيمة 14 اللي هنا 14 هذه هنا، فإذا 14 X زائد 12 Y هنا 12 Y زائد 0 S1 زائد 0 S2 وهنا سلاش بيبينها بعدين. الآن نبدأ ببناء الجدول كما يلي. بعد ذلك عندما كانت S1 تساوي صفرا، لاحظوا لي هنا، هنا الآن لاحظوا لي 4X زائد 8Y، إذن 4X زائد 8Y S1 موجودة في القيد الأول، لاحظوا لي، إذن نعطيها القيمة 1 مقابلها، أي أنها موجودة، إما بتكون موجودة أو غير موجودة. إذا كانت موجودة نعطيها قيمة 1، وإن لم تكن موجودة نعطيها القيمة 0. وبالتالي الآن القيد الأول 4X زائد 8Y، هنا 4X زائد 8Y زائد S1 في 1 صفر S2 لأنه غير موجود يساوي 32، هاي 32. نأتي الآن على القيد الثاني، هذا القيد الثاني عندما كانت S2 تساوي صفرا، 6X هذه 6X زائد 4Y هذه 4Y زائد صفر، طبعا S1 غير موجودة لكن S2 موجودة بالقيد الثاني، فإذا تأخذ قيمة 1 تساوي 24. إذا 6X زائد 4Y زائد S2 تساوي 24، 6X 4Y صفر S1 S2 موجودة 24. إذا الآن استفدنا من كل هذه المعلومات. ما هي قيمة الآن الدال الهدف عندما تساوي كل هذه الأشياء أصفار؟ يعني X تساوي صفران، Y تساوي صفران، S1 يساوي صفران، S2 تساوي صفران، بكون كما يلي. هاي ZJ اللي هي الدال الهدف بتكون 0 0 0 0 عندما تكون كل المتغيرات نقطة الزاوية اللي هي نقطة التقاء المحورين، المحور الأفقي والمحور العمودي، نبدأ بالصفر صفر، فكليات أصفار، وبالتالي بتكون زي جي تساوي صفران. الآن سنطرح من هذه سي جي قيمة زي جي، يعني سي جي ناقص زي جي أو زد جي بكون إلها يعني معنى آخر. هلأ هذا الآن سي جي ناقص زي جي، لاحظوا لي هلأ 14 ناقص صفر، 14 ناقص صفر إذن قيمة 14. عندنا هنا 12 ناقص صفر، إذا 12 ناقص صفر، صفر ناقص صفر، صفر ناقص صفر، وبالتالي عبينا أملأنا الفراغ هذا، مهم جدا أن نتعرف عليه. الآن طريقة الحل أن نقوم باختيار أعلى قيمة موجبة في هذا الصف اللي هو سي جي ناقص زي جي، أعلى قيمة موجبة. هنا عندي أعلى قيمة موجبة من 14 وال 12 صفر صفر، فإذا هي 14. إذا نظل هنا طبعا خطوات الحل بعتذر هنا، فهذا نظللها الآن. طيب هناك قيمتان، طبعا هذا العمود اللي هو عمود X نسميه، لاحظ عمود X اللي أعطاني هنا أو ابتديت من أكبر قيمة موجبة، اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا الآن أيه أي قيمة من X نختار حتى نتعامل معها؟ هل قيمة 4 أم 6؟ هلأ يجب علينا أن نختار نسبة 32 إلى 4 ونسبة 24 إلى 6 أقل واحدة. هنا نقول بالقسمة 32 على 4 تساوي 8 و 24 على 6 تساوي 4. إذن بما أنه 4 هي أقل قيمة، أقل من 8، بالتالي بكون هذا الصف، إذن هذا العمود الداخل وهذا الصف الخارج، هذا نسميه إحنا طبعا القيمة المحورية التي أتت بين تقاطع هذا الصف وهذا العمود، القيمة 6 هي نسميها القيمة المحورية التي سنتعامل معها حتى يعني ننتهي من المحاولة الأولى بتقدير X Y. هذا نسميه الآن العمود الداخل incoming column، وهذا بسموه العمود الصف الخارج عفوا اللي هو outgoing row، وهذه القيمة المحورية. إذن 6 سنقوم بنسخ هذه الجدول مرة ثانية هنا. طبعا قبل ذلك يجب أن أذكر بأنه أفضل قيمة
للدالة هاي 14 أجزاء 12 واي أفضل قيمة إلها عندما تكون كل القيم هون في هذا الصف سي جي ناقل زي جي يجب أن تكون صفر أو أقل، يعني كلها أصفار أو أقل من صفر، يعني قيم سالبة. الآن استنسخنا هذا الجدول ثاني مرة هنا 24، طبعا هون تذكروا أنه القيم كما يلي. بما أنه الآن هذا الصف اللي راح نتعامل معه S2 ستذهب نستعيض عنها بالعمود الداخلي اللي هو المتغير القرار الداخل، وبالتالي هنا لاحظوا لي S1 ستذهب ويأتي مكانها X، إذن عفوا S2 ستذهب، بعتذر، S2 ستذهب ويدخل مكانها X، إذن هذه X. ما هي القيمة إلى X التي تقابلها 14؟ إذن هنا بكون في عندي 14، هذه ستصبح 14. الآن بما أنه 6 هي القيمة المحورية، هذه الستة هنا هي التي يعني أول شيء يجب علينا أن نحولها إلى normalized value نسميها 1 صحيح، يجب علينا أن نحولها، وبالتالي بنقسم هذه على 6 وهذه على 6 وهذه على 6 وهذه الصف كله هذا لحد ال 24 اوكي R2 الصف الثاني مقسم على 6 فقط، يعني هذه القيم 1 2 3 4 5 خمس قيم بنقسم كل واحد منهم على 6، فالستة على 6 يساوي 1 صحيح، 4 على 6 ثلثين، 0 على 6 0، 1 على 6 سدس، 24 على 6 يساوي 4. الآن يعني we normalized هذا الرو نسميه احنا، نحتاج الى جعل هذه القيمة صفر. كيف نجعلها صفر؟ اذا ضربنا الان الواحد هذا بسالب 4 او ضربناه ب4 وطرحنا قلنا يعني الان سأطبقه هنا R1 هذا الصف الاول يعني نطرحه من 4 اضعاف الصف الثاني. لاحظوا لي اذا الصف الأولاني هذا هو 4 8 1 0 2 30 نطرحها من 4 أضعاف الصف الثاني، هكذا الآن هذا الصف الثاني 4 8 1 0 0 إذا طرحنا هذا الصف من 4 أضعاف هذا نحصل على القيم التالية، أول قيمة يكون 0، ثاني القيمة هذه لاحظوا لي بتكون 16 3 أرجو حسابها، هون بتكون 1 هنا تكون سالب 3 لأنه ذهب ثلث و اللهم صل على سيدنا محمد وهنا الآن 16 لأنها 6 هي الرقم الحازم، لكن لاحظوا لي أرد أعيدها بعد إذنكم هنا أوكي، هنا الآن قسمنا كل إشي على 4 على 6 عفوا هنا على 6 أرجع ثاني مرة بسرعة، قسمنا كل شيء على 6، الآن نحتاج إلى نقسم هذه على 6 على 4 على 6 0 على 6 1 على 6 24 على 6 حتى نحصل الآن 6 على 6 1 4 على 6 ثلثين 0 على 6 0 1 على 6 سدس و 24 على 6 يساوي 4. نحتاج الآن أن نجعل هذه القيمة صفر، كيف؟ نضرب الآن هذه 4 ناقص 4 أضعاف هذه، فلاحظوا لما الذي يحدث الآن، هذه R1 اللي هو الصف الأولاني هذا مطروح منه 4 أضعاف كل قيمة هنا، فعندي الأربعة هذه طبعا هذا الصف هنا إذا ضربنا هذه يعني 4 ناقص 4 أضعاف هاي بعطينا صفر، هاي أول عدد هنا لاحظوا لي هذه ناقص 4 أضعاف هذه تعطينا 16 3، هذه ناقص 4 أضعاف هذه تعطينا 1 نفسه، وهذه ناقص 4 أضعاف هذه تعطيني ناقص 3، إذا اكتمل هذا وهذه طبعا بتكون 16، إذا الآن اللهم صل على سيدنا محمد اكتمل هذا، يجب علينا الآن أن نكمل هنا ونكمل هنا. ما هي زي جي؟ هي الآن 0 في 0 زائد 14 في 1، 0 في 0 زائد 14 في 1 تساوي الآن 14، ثم الآن 0 في 16 على 3 زائد 14 في 3 تساوي هذه القيمة اللي هي 28 على 3، نتابع الآن 0 في 1 زائد 14 في 0 تساوي 0 يبقى كمان 0، 0 في سالب 3 زائد 14 في سدس تعطيني هذه القيمة، وأخيرا الآن 0 في 16 زائد 14 في 4 يساوي بالحالة هاي 56. هذه الآن قيمة الدال للهدف، إذا افترضنا بأن X تساوي 16 و Y تساوي أو عفوا S1 تساوي 16 و X تساوي 4، لكن
أين ذهبت واي؟ سنحاول ثاني مرة، وبما أنه الآن بدنا نحسب هذه الآن سي جي ناقص زي جي، فعندي الآن سي جي 14، لاحظوا لي هنا ناقص ال 14 هذه، كيف بدنا نحسبها الآن؟ سي جي هذه 14 12 0 0 نطرحها من هذا الرقم، 14 ناقص 14 هنا بعطيني 0، 12 ناقص هذه القيمة 28 على 3 بعطيني القيمة التالية 8 3، وصفر ناقص صفر يساوي صفر هنا، وهنا صفر ناقص 7 3 يساوي سالب 7 3. انتهت الآن، بما أنه الآن لدينا قيمة هنا هذه أقل من صفر متوافقة مع هذا الشرط، هذا صفر متوافق، هذا متوافق، لكن هذا قيمة موجبة يجب أن تكون إما صفرا أو أقل، وبالتالي يجب علينا أن نقوم بالمحاولة الثانية. هذه بسميها المحاولة الأولى. اكتشفنا بأن البيسك سولوشن أو الحل الأساسي 16 S1 وأكس تساوي 4. إذن الآن بما أنه في عندي قيمة موجبة هون يجب علينا أن نحاول مرة أخرى، وبالتالي سأستنسخ هذا مرة ثانية ونعيد الكرة. هذا الآن ثاني مرة هنا، طبعا هاي الغلطة هنا أرجوكم، هذه 4، هذه غلطة مني يعني غلطة طبيعية فقط لا غير. فالآن ما هي القيمة حسب التكرار العملية السابق؟ أكبر قيمة موجبة هون 8 على 3. هذه الآن إذن هذا هو العمود الداخل اللي هو Y، وما هي القيمة من Y؟ هل هي 16 على 3 أم هي 2 التي يجب أن تخرج بالحالة أو تكون pivot value؟ فلاحظوا الآن 16 على 16 على 3 تساوي بالحالة هاي 3، وأربعة على 2 تساوي 6. إذن الآن نتعامل مع أيهما أقل، هذه القيمة الأقل، وبالتالي S1 يجب أن تخرج. هذا هو الآن، طبعا هنا بظللها، هذا هو العمود الداخل، هذا طبعا هنا القيمة المحورية، لكن هذا العمود الداخل وهذا الصف الخارج. إذن الآن 16 على 3 هي القيمة المحورية. سنقوم باستنساخ هذا الجدول ثاني مرة ونقوم بالحسابات كما ينبغي. هنا أذكر أرجو الانتباه هذه أنها 6 وليست كما كانت 24 على 6 غلطة طبيعية، فالآن حولتها إلى 6. الآن بما أن 16 على 3 هي القيمة المحورية، هنا 16 على 3، وبما أنه Y هي التي ستدخل وأستو هي التي تخرج، إذن أول ما بساوي هذا الآن سنزيل الأسوان ونستبدلها بY. ما هي القيمة المقابلة لY؟ اللي هي 12، إذن نضع هنا 12، هذه القيمة 12. سنحتاج الآن أنه نجعل هذه القيمة 1 صحيح، بنقسم كل إشي بهذا الصف، هذه R2 مقسم كله على 16 على 3، أوكي؟ فهذا الآن الصف كله، هذه ستقسم على 16 على 3، وهذه منقسمها على 16 على 3، وهذه 1 مقسم على 16 على 3، وهذه وكذلك الأمر. أول إشي الصفر يبقى صفرا، 16 على 3 مقسم على 16 على 3 تساوي 1 صحيح، 1 مقسم على 16 على 3 بصير 3 على 16، هذه ستصبح ثمن سالب ثمن، وهذه الآن تصبح 3. إذن لاحظوني أصبحت الآن هذه قيمة 1، المقابلها بالأسفل يجب أن تكون صفرا. كيف نجعل هذه صفرا؟ هاي الآن اللي هي R2 الصف الثاني، مطروح منه هذه القيمة 2، يعني نحتاج أن نجعل هذه صفرا. كيف؟ بكل بساطة بسمها هرو أوبريشن. نضرب الآن الصف الأولاني بسالب 2 على 3، فالصف الثاني هذا مطروح منه الصف هذا الأولاني، عفوا الثاني مطروح منه 2 الصف الأولاني، أوكي؟ هذا لاحظون الصف الثاني هذا مطروح منه 2 الصف الأولاني، وبالتالي الأوبريشن راح تكون هنا. وبالتالي الآن R2 هذه 1 ناقص 2 هذه يبقى الآن 1، هذه مطروح منها سالب، يعني مطروح منها 2 هذه تصبح صفرا، هذه مطروح منها 2 هذه، إذا تصبح هذه 1 سالب على 8، هنا يصبح 1 على 6، وهذه تصبح 2. مهم جدا الآن اكتشفنا بأنه لحد الآن إلى هذه اللحظة أنه 3 لأكس و2 لواي، لكن لاحظوا لي القيمة هاي 56 ستتغير، 12 في 3 زاد 14 في 2، والآن هذا هو الصف الذي سنعمل عليه. هلا عندي هذه في هذه زائد هذه في هذه، أوكي 14، يعني 12 في 0 زائد 14 في 1 تبقى 14.
12 في 1 زائد 14 في 0 تساوي 12. 12 في 3 على 16 زائد 14 في سالب 8 تصبح نصف، وقبل الأخير 12 في سالب 8 زائد 14 في ربع تصبح الآن 2، وأخيرا 12 في 3 زائد 14 في 2 تساوي 64. هنا الآن لاحظوا لي 14 ناقص 14 يساوي صفرا، 12 ناقص 12 يساوي صفرا، وهنا صفر طبعا، وهنا صفر ناقص هذا أصبحت سالبة هنا، وهذا سالب هذا بعطيني سالب 2. إذن الآن كل القيم أصبحت إما أصفار أو سالب 2، وأعظم قيمة للدالة 64 عندما كانت أكس واي تساوي 3 وأكس تساوي 2. أكون بذلك طبعا، هنا طبعا كل قيم أصبحت صفرا أو أقل، وهي 3 وهي 2 هما القيمتان اللتان تجعلان الدالة أعظم ما يمكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع. إن شاء الله سأقوم بحل المسألة نفسها على الديسموز خلال دقيقتين ثلاثة تكون جاهزة بإذن الله، لكن بحب أعطيكم طريقة الحل هذه بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.